السلام عليكم، وياكم اخوكم كابتن احمد من تركيا. شباب اليوم موضوعنا راح نحكي بيه على الاوميجا. اكثر الناس من تسالهم على الاوميجا 3 راسا اقول لك اي بها فوائد جدا زينه ولازم تاخذها، بس بالضبط الفوائد شنو اللي راح تسوي لنا وشنو اللي يفيدنا، والاوميجا 3 من شنو متكونه؟ اول شغله نحكي بيها الاوميجا 3 من الحوامض الدهنيه اللي يصعب على الجسم جدا انه انتاجها وما ينتجها نهائيا. اذا لازم على شو نسوي؟ ناخذها عن طريق الاكلات الخارجيه او عن طريق الزيوت الخارجيه. الزيوت الخارجيه تيجي على شكل علب متوفره بكل الاماكن والسبلمنتات نقدر ناخذها من عندها. اما اذا نريد ناخذها من الحبوب فموجودات هوايه من الحبوب وراح اذكر همينا بعض من عندها. الاوميجا 3 تتقسم الى ثلاث اقسام. ALA هذا الحامض الزيتي نقدر ناخذه من الحبوب. وعندنا EPA وDHA ذني جدا المواد المهمه اللي ناخذها من السمك والمأكولات البحريه. فيا شباب اذا تريدون تفوتون وخصوصا جماعه اللي يلعبون كمال اجسام اللي يريد يفوت لازم يفوت الماده EPA وDHA ذني المواد جدا مهمه اذا تريد تروح تشتري من خارج من الصيدليه او من محلات السبلمنت. اذا اريد ناخذها حتى تشتغل بصوره صحيحه وما تتاكسد دائما انتبه على العلبه اللي نشتريها المفروض وياها فيتامين سي حتى يحميها من الاكسده. اذا ماكو نقدر ناخذ فيتامين سي خارجي حتى نهائيا بعد ما يصير عندنا اكسده. زين الاوميجا 3 شنو فوائدها؟ اول شغله الاوميجا 3 تحمينا من سرطان البروستاتا وسرطان القولون والتثدي. هاي اول شغله. بالنسبه للانسان السليم اذا يريد يطور من نفسه ويريد يطور من كفاءة عقله لازم ياخذ اوميجا 3. وهنا الناس كلها تعرف ان الاوميجا 3 تقوي الذاكره الموجوده عند الانسان. ليش؟ لانه هي تلعب دور جدا قوي بخلايا المخ راح تعززها وتنشطها. اما الدراسات الجديده اللي سووها على الاطفال فاذا الاطفال تعطيهم من هم صغار بسن معين تعطيهم اوميجا 3 ويا اكلاتهم هنا راح يطلع الطفل نظره 6/6 ومضبوط جيد جدا. شباب الجرعات المناسبه للاوميجا 3 تتراوح بين الشخص العادي والشخص اللي يمارس الرياضه. الشخص العادي نقدر نعطي جرعات من 200 ملغرام الى 800 ملغرام، اما الشخص اللي يمارس الرياضه يقدر ياخذ جرعات من 1 غرام الى 3 غرام حسب استشاره الدكتور وحسب هيكليه الجسم اللي راح ياخذ هذا الاوميجا. شباب ان شاء الله تستفادوا من هذا الموضوع ودائما نقول لكم صحصحوا يا افيدك. مع السلامه.